برضو بنبتدي بأن شعارنا هو الحب، بنقول لقد بدأ وجودنا بالحب، فالنفخة من روح الله لتهب آدم الحياة كانت قمة الحب، واستمرار وجودنا أيضا لا يتحقق إلا بالحب. طبعا قلت لكم إن احنا هنتكلم عن العلاج اللي إيه؟ هو الأمصة دي، الأمصة اللي بتتكلم عنها دي سلوك ولا مش سلوك؟ والأمصة دي ممكن يطلع منها بالزعل ده سلوك عدواني، إنها تشتم تزعق أو تكتئب وتنعزل وتعيط، هتبقى برضو دي إيه؟ سلوكيات، مش كده؟ ودي سلوكيات إيه؟ مرضية. فإحنا هنتكلم عن العلاج السلوكي، لكن هنسأل شوية أسئلة ساذجة كده في الأول. إيه هو السلوك؟ أول؟ قول. هو كل تصرف أو تفكير يخرج من الإنسان حسب انفعالاته. هو التفكير، لا مش تفكير، سلوك. يعني السلوك ده عمل، أداء. يبقى ما تجيبش كلمة تفكير. سوري معلش، اللفظ ده غلط يعني. يبقى السلوك ده أداء أو تصرف، يعني الإنسان بيتصرف بسلوك معين. ماشي، حد يزود؟ رد فعل على أي مصير خارجي أو داخلي. وممكن يبقى من غير رد فعل؟ ممكن يبقى تلقائي من غير ما يبقى رد فعل، من غير ما يبقى فيه مصير اصلا. ممكن يكون فيه مصير داخلي غير يعني لا ارادي، فبيطلع برضه في صوره سلوك. يعني لازم يبقى فيه مصير عشان يبقى فيه رد فعل. افرضي مفيش رد فعل، قصدي مفيش مصير، وبقى فيه فعل من غير مصير، يبقى سلوك ولا ما يبقاش سلوك؟ مش كده؟ يبقى سلوك. عشان كده بنقول السلوك هو كل ما يصدر عن الإنسان من تصرفات. بس هل كلمة تصرفات دي تقول إنه الاستجابات اللاإرادية بتاعتنا تعتبر تصرفات ولا مش تصرفات؟ يعني واحد زي آية أول ما دخلت هنا، لقت العدد الكبير ده فضربات قلبها بقت ايه؟ سريعة. هل ده سلوك ولا مش سلوك؟ سلوك، مش كده؟ مش في ناس بتيجي تقول انا عندي، اما اشوف اما ادخل على مجموعة كده من الناس الاقي ضربات قلبي تبقى سريعة واتلخبط، مش كده؟ يبقى ده ايه؟ سلوك، برغم انه تم بشكل ايه؟ لا ارادي. لا ارادي، مش كده؟ وفي ناس لما تدخل مكان زحمة يحسوا ان نفسهم كأنه بيضيق كده، ويحس كأنه ايه؟ بيدوخ، وكأنه هي ايه؟ هيغمى عليه، يلحق ايه؟ يهرب. دول كام سلوك؟ ها؟ ده كذا سلوك. كذا سلوك بالظبط كده. انه حس الخوف وضربات قلبه سريعة ده ايه؟ سلوك. انه حس بإن تنفسه اتخنق ده سلوك. إنه حس إن راسه إيه؟ بتلف وإنه هيدوخ ويقع ده سلوك، لكن في نفس الوقت لما هرب ده سلوك إيه؟ هروب. ها؟ ففي سلوكيات لا إرادية بتحصل لنا، وفي سلوكيات إيه؟ إرادية. ده شايفين الصور دي؟ الخوف ده سلوك ولا مش سلوك؟ سلوك. طب والحزن ده؟ سلوك. طب والسعادة دي؟ سلوك. طب والقرف ده؟ سلوك. طب والغضب ده؟ سلوك. طب والدهشة دي؟ ما هي دي البيزك ايموشنز كده؟ فكلها سلوكيات اهو، شايفينها على بني ادمين اهو، مش كده؟ دي كلها سلوكيات، والسلوكيات دي بتعمل لنا تغييرات بحيث انه حتى لو العيان ما اتكلمش احنا بن ايه؟ بنشوفها، بنقراها. وقلت لكم عليها واحنا بنتكلم على الديستربنس. فارس راح فين؟ ما جاش لسه؟ فاكر لما اتكلمنا على الديستربنس اوف موتيليتي، واتكلمنا على الفيشيال اكسبريشن بعدها اهو. موتيليتي
بتبان على الوش في شكل تعبير الايه الوجه. طيب نشوف سؤال تاني ساذج برضو كده، هل السلوك يعتبر مرض؟ لا، مش كل السلوك بحد عام مش مرض. يعني السلوك في حد ذاته ما يعتبرش مرض الا اذا اخل بتكيف الايه الفرد. يبقى كده بقى السلوك ايه مرض. يبقى امتى بيعتبر السلوك مرضي؟ لما يخل التكيف الايه الفرد. انما طول ما بيخلش بتكيفه ولا يخليه يعيش معاناه يبقى كده ايه مش مرضي. طيب لما يضطرب السلوك هل ده يبقى عرض ولا مرض؟ لا على حسب، لو طول هيبقى مرض، لو حاجه عارضه هيبقى عرض. يعني لو جه موقف وقعدت هيبقى هيقلق. يعني لو واحد كل ما يدخل لمجموعه كده كبيره يحس بسرعه ضربات قلب، لا ما يبقى مرض. عرض مش مرض. شوفوا انا قلت الكلام ده قبل كده في محاضرات وانتم عارفينها اللي هي في السايكوباثولوجي. قلت احنا عندنا الوظيفه، والوظيفه لما تضطرب تدي اعراض مرضيه، ولما نجمع الاعراض المرضيه في اضطراب اسمها لزمه مرضيه. ها ولان لها اسباب متعدده فبتبقى ديس اوردر. لكن كلمة مرض لا تطلق إلا على مجموعة أعراض مرضية تعزى إلى سبب واضح ومحدد. زي إيه؟ زي مرض السكر. مرض السكر نقص في هرمون الإيه؟ الإنسولين. فول ستوب. خلاص ده مرض لأن تعرف السبب بتاعه بالظبط. إنما الأمراض النفسية إحنا عارفين أسبابها؟ لا. هي متعددة عوامل إيه؟ متداخل، مش كده؟ عشان كده بنقول عليها disorder، وعشان كده التشخيصات بتاعتنا كلها كلمة اضطراب اللي هو disorder. ماشي؟ يبقى كلمة مرض من ايه؟ ما نسمعهاش. نتكلم عن عرض وعن اضطراب كمجموعة أعراض لها مجموعة عوامل. طيب إذا وجد سلوك مضطرب هل نشخص صاحبه على إنه مريض؟ لا، لازم يتوفر عدة أعراض لمدة زمنية محددة بشكل معين علشان نقول إن ده مريض أو إن ده اضطراب. يعني دلوقتي عندنا صابرين جت بتشتكي من إنها قماصة، مش القمص ده سلوك؟ أيوه. طيب نقول إنها مريضة ولا مش مريضة؟ لا، بناء على العرض طالما بتشتكي من حاجة والحاجه دي مسببه لها معاناه وبتخل بتكيفها يبقى كده بقت ايه؟ بقى عرض مرضي. وبالتالي هي مريضه، لكن الانصه مش مرض، انما هي عرض ايه؟ مرض. لكن هي مريضه ولا مش مريضه؟ بما انها بتشتكي يبقى انها ايه؟ مريضه. خلاص عرفنا دي؟ تمام. مين بقى اللي يقوم بالتشخيص؟ الكلام اللي انا قلته والاساتذه علم النفس يقول لكم لا انتوا بتاخدوا علم نفس كلينيكي، شخص اياكم تعملوا العامله السوداء دي. لانهم كده بيودوكم في ده وبيحطوكم في مسؤوليه انتوا مش قدها. وانا ضربت لكم امثله كتير، ابسط مثال ليها استاذ صديقي كنت بحبه جدا استاذ علم نفس، كان بيعالج اخت مراته على انها اكتئاب، وبعدين ما بتتحسنش، قعد شهرين يعالج فيها وبعدين جابها لي. اول ما شفتها وسمعت كلامها قلت له لازم نعمل اشعه على المخ، طلع ورم في المخ وتوفت بعدها. ضاع عليها فرصه شفاء ممكن، لانه شهرين وهو ايه بيضيع وقت، مش كده؟ عشان كده ادي العيش لايه؟ لخبازه. ما نتفلسفش ونعمل نفسنا عارفين ونعيش في الدور، لا خلينا ايه؟ واقعيين وعارفين حجم نفسنا ايه. اللي بيشخص الطبيب لانه قاعد معجون في وسط الايه؟ فارس معجون في وسط العيانين، بيقعد ثلاث سنين ملوش شغلانه، وده درس طب
ودرس كل الامراض بتاع البني ادم في كليه الطب وتركيب جسم الانسان وتفاعلاته وكل الحاجات، وبعدين دخل سنه الامتياز طبع الامراض كلها في الاقسام المختلفه، وبعدين بعد كده اختار يتخصص في الامراض النفسيه، فدخل اتعاجن في الامراض النفسيه 3 سنين واحيانا 4، وبيقولوا هيمدوا النيابه لايه؟ لخمس سنين، مش كده؟ فاما الراجل ده اتعجن 3 سنين في الامراض النفسيه، هو اللي شخص ولا بتاعت علم النفس اللي خدت علم نفس اكلينيكي؟ طبعا يعني خلينا نبقى ايه؟ متواضعين ونحط نفسنا في المكان المناسب عشان ما نعرضش نفسنا وللمريض اللي احنا بنتعامل معاه لخطر. فاللي يقوم بالتشخيص هو الطبيب النفسي، هو اللي شخص. ممكن يطلب مساعدتك لما يبقى شايف ان العيان ده محتاج behavior modification، اللي هو تعديل ايه؟ سلوك. فيقول لك العيان ده محتاج تعديل سلوك في الجزئيه الفلانيه، وانا اديته علاج عشان ما بينامش وما بياكلش هيحسن شهيته ويحسن نومه. فانت كده بتشتغلي assistant للايه؟ للسايكاتريست. ها؟ لكن حذاري انك تاخدي الايه؟ خطوه التشخيص عشان ما تحطيش نفسك في مسؤوليه. وانا سمعت ان في بعضكم بتكتب ادويه كمان. ده فجر يعني. ده اسمه فجر. يعني انا لا الدكتور كتب دواء العيان اتحسن فعرفت اسم الدواء فتروح كاتباه لاي حد يشتكي لها بشكوى مشابهه. وممكن ده يكون عنده اساسا رينال فيلير، ورينال فيلير هو اللي عامل الاعراض، ولما ياخد الدواء الدواء يدهوله اكتر ويبوظ له الكلى اكتر. ينفع؟ عشان كده ده اللي بيشخص، لانه عارف وظائف الكلى وعارف وظائف الكبد وعارف كل جسم الانسان بالفسيولوجيا بتاعته بالامراض بتاعته. ها؟ فبلاش الفجر اللي يودي في داهيه. ده ادواته التشخيصيه ايه؟ ادوات الطبيب النفسي التشخيصيه الكلينيكال سايكاتريك انترفيو، مش كده؟ اللي هي ايه؟ المقابله الاكلينيكيه. فتقوم واحدة بقى منفوخة كده وتقول لك ما أنا بعرف أعمل المقابلة الإكلينيكية، ما أنا خدت في تمهيد ماجستير وبعمل حالات في الرسالة بتاعتي، وبرضه بمنتهى الفجر كده ومصممة إنها إيه؟ تشخص. لا، ده هو مش بس بيعمل الكلينيكال سايكاتريك انترفيو بمنطق التطبيق زي ما أنت بتطبقي أي مقياس، لا، ده لما يسمع إن العيان حاسس بخوف وان نومه متلخبط بيجي في دماغه ان ده ممكن يبقى سايروتوكسيكوزس، مش كده؟ وبيجي في دماغه ان ده ممكن يبقى هاتشنز ديزيز، او ممكن يبقى، المهم عارف الغدد بتشتغل ازاي والهرمونات بتشتغل ازاي. فهو وهو بيسمع العرض دماغه بتشتغل، مش بيسمع العرض كده وبرص اعراض ورا بعضها وخلاص. لا، ده ممكن العرض النفس اللي انت شايفاه يبقى وراها كارثه في الجسم. يعني احيانا بتاع الرينال فيلير يجي لنا بحاله ايه؟ احساس بانه كانه مش عايش في الواقع. فاحنا بقى نفتكر ان عنده ديسوسيشن بقى، انشقاق، ونبتدي بقى ايه؟ نعيش في الدور معاه ونضيع عليه فرصه ان يعالج الكلى اللي فيها فشل. فخلينا ده يشخص لانه ايه؟ لان معاه الادوات بتاعته. هيطلب رينال فانكشنز، هيطلب وظائف كلى، وهيطلب وظائف كبد، وهيطلب مش عارف ايه، ولما بيشوف النتائج بيعرف يفسرها طبقا للايه؟ ها؟ طبقا للكلينيكال انترفيو اللي هو عملها. يعني هو مش بيطلب التحاليل دي ولا الاشعاعات حتى اللي هيطلبها الا بناء على الايه؟ فهو عارف بيطلب في ده ايه وبيطلب في ده ايه وبيعمل ايه. انما هل انت عارفه حاجه من دي؟ ولا ده شغلك؟ مش شغلك. عشان كده خلينا في ايه؟ هو ادواته الكلينيكال سايكاتريك انترفيو، لكن مش دي بس. ده بيلجا بيطلب رينال فانكشنز، ليفر فانكشنز، ممكن يطلب اي سي جي، ممكن يطلب اي اي جي، ممكن يطلب اشعه على المخ، ممكن يطلب حاجات كتير، ممكن يطلب تحليل دم، ممكن تكون مشكله كلها انيميا. ما بيجي يجي لك طالبه في الثانويه انا نفسي مسدودة عن الاكل وما بركزش في المذاكره، حضرتك تقعدي تشتغلي معاها على انها ايه؟
بنت مخضوضه وقلقانه وعندها شويه اكتئاب وانا هحفزها، والبنت عندها سيفير انيميا وعندها مال نوتريشن وعندها هايبو بتاع ده هايبو كروميك انيميا، الهيموجلوبين بتاعها 7 ولا 9، وانت ما تعرفيش ان في حاجه اسمها انيميا ممكن تعمل ايه، تعمل نقص في وظائف الدماغ وتعمل نقص في التركيز وتعمل نقص في الانجاز، وبتعالجيها على انه لا ده انا عامل لها بهيفرتيفيكيشن واخليها لكم ايه وتضيع عليها تموت من انيميا وانت قاعده تصلحي في حاجه ثانيه خالص. عشان كده هي دي ايه شغلته. انا بتكلم الكلام ده لانه للاسف الشديد كل ده بيحصل، فده عنده ادوات مش موجوده عندي. هل في محكات مشخص بناء عليها؟ طبعا عنده محكات بتاع الدي اس ام، لكن في نفس الوقت عنده فيزيكال اكزامينيشن ونيورولوجيكال اكزامينيشن، مش كده؟ وبيعمل دول مع السايكاتريك اكزامينيشن عشان يشوف المشكله في الجسم ولا في الجهاز العصبي فوق في المخ ولا في نفسيه البني ادم، وبالتالي هو عارف بيعمل ايه، فبيشخص بناء على محكات لكل حاجه. المحكات بتاعتنا او المحاور اللي احنا بنشخص عليها، انت لو عرفت تشخصي واحد بيخاف وما بينامش وبعدين عنده ادرار في البول كل شويه يروح للتواليت وعلى طول متوتر وعمال يتحرك كتير وبتاع وضربات قلبه سريعه، فانت تسمعي الكلام ده ده عنده سيمباثيتك اوفر تون، يعني ده عنده انكزايتي، عنده ايه؟ قلق. بس ده مستواك في التشخيص ان عنده ايه؟ قلق. وبعدين بعد شويه تشتغلي معاه وتقولي ده ده كمان هو عنده نارسيسستك بيرسوناليتي. انما فارس ما بيقفش عند كده. ده بيشوف الفيزيكال اكزامينيشن، لان الفيزيكال اكزامينيشن ممكن تكون هي سبب الايه؟ سبب الاضطراب. ولو في شك في الاعراض المرضيه انها تعود الى سبب عضوي، ده بيبقى له اولويه، بيتحط فوق كل حاجه. يعني بنسى السايكاتري خالص وبركز على ان ده ممكن يكون سبب عضوي وادور ورا السبب العضوي. زي الست اللي قلت لكم صاحبي كان بيعالجها وعندها اعراض اكتئاب. اما يظهر هشك في برين تيومر ورم في المخ، لا ده الاولويه وده اللي يتعالج الاول، مش ان انا اقعد اعالج اكتئاب، لان هو ده الايه؟ هو ده اللي عامل اكتئاب. لو في فشل في وظائف الكبد ووظائف الكبد اللي فاشله دي مأثره لي على الاداء الذهني، ما اقعدش اشتغل على الاداء الذهني واسيب الكبد ايه؟ يبوظ. لازم اشتغل على الايه؟ السبب العضوي له الاولويه دايما في التشخيص. وده يخلينا نبقى عارفين ان الطبيب هو قائد الايه؟ الفريق، وهو اللي يشخص وانت بتساعديه في الجزئيه اللي هو يطلبها. المحاور اللي بنشخص عليها كلينيكال سايكاتريك سندروم، بيرسوناليتي ديس اوردر ان وجد او انتلكشوال ديسابيليتي، ها؟ اللي هو العجز الايه؟ الذكائي، اللي كان زمان بنسميه المنتال ايه؟ ريتارديشن. ما بقوش يسموه منتال ريتارديشن لانه قال يعني ده بيجرح المنتالي ايه؟ ريتارد. وكان في واحده بتعمل بحث تبع دكتور في كليه التربيه بتطبق البحث بقى ايه؟ بتروح تسال اللي عندهم عجز ذكائي اللي مستوى الذكاء بتاعهم اقل من 70 بدرجاتهم، تساله انت بتتبسط ان يتقال عليك انك متخلف عقليا ولا يتقال لك حاجه ثانيه؟ هو اصلا ايه؟ ما تفرقش عنده، لانه ما يميزش الفرق بين التخلف العقلي وعدم التخلف العقلي. بتجرح اهاليهم عشان كده عدلوه عشان اهاليهم ما يزعلوش، وقالوا ده عجز ايه؟ فرقت؟ لا، عجز ذكاء، فبقى انتلكشوال ديسابيلتي. فده المحور الثاني، يا بيرسوناليتي ديس اوردر يا عجز ذكاء. المحور الثالث هو الفيزيكال ايه؟ اكزامينيشن، حاله الحاله الجسمانيه، لان ممكن الواحد عنده هارت فيلير، فشل في وظائف الايه؟ القلب، ولكنه ده الراجل لسه عريس جديد وجاله فشل في وظائف القلب، هيعرف مش هيعرف، وبالتالي ايه؟
هيجي له اكتئاب ولا مش هيجي له اكتئاب؟ فهيجي لك بالاكتئاب. والمشكله جايه منين؟ من الهارت فيلر اللي عنده، الفشل في وظائف القلب اللي عنده. عشان كده دي اهميه ان احنا ايه؟ نبقى عارفين البعد الجسماني ومفحصينه كويس ومطمنين عليه، لانه ممكن يكون هو سبب الاضطراب. بعد كده ندخل على المحور اللي ايه؟ الرابع اللي هو ايه بقى؟ اللي هو الضغوط الاجتماعيه اللي بيعيشها الشخص ده. صابرين دي بتعيش ضغوط اجتماعيه ولا ما بتعيش؟ يعني الغيره دي جايه من فين؟ بالظبط كده، من ان جوزها مكبر الصوره بتاعت مراته اللي ايه؟ اللي توفت. فهي طب لما كانت متطلعه 3 سنين كانت بتعيش ضغوط ولا ما كانتش بتعيش ضغوط؟ طب الاربع ولاد اللي بتربيهم دول عاملين عليها ضغوط ولا مش عاملين؟ جزئيا يعني جزئيا هم بوزيتيف، في حاجات بوزيتيف بيحققوها لها، لكن في برضه في ايه؟ حاجات نيجاتيف. عشان كده بنشوف الضغوط الاجتماعيه اللي بيعيشها والنفسيه اللي بيعيشها الشخص ده. ايه ده؟ المحور الرابع. المحور الخامس بقى ايه؟ اللي هو الاداء الوظيفي العام للشخص. هل وضعه الوظيفي متكيف اجتماعيا ووظيفيا وقادر يؤدي دوره، وبدرجه قد ايه؟ نسبه قد ايه في الميه؟ دي المحاور اللي احنا بنشخص عليها. طيب احنا دلوقتي شخصنا على انه في عندنا سلوك مرضي. يعني ايه اول ما بتدخل في مجموعه زيكم كده ضربات قلبيه بتبقى سريعه وتيجي تتكلم ما تقدرش. ده سلوك ولا مش سلوك؟ مش كده؟ طيب يبقى لو تم تشخيص بقى ده على ان ده سلوك مرضي هنعمل ايه؟ هنعالجه، مش كده؟ طب هنختار نعالجه بايه؟ فارس برضه. شايفين فارس وراك ها؟ فهنا